جعفر ينضم إلينا من مدينة الموصل اللواء معن السعدي قائد الفرقة الثانية الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب عبر الهاتف. لواء معن مساء الخير، أهلا بك معنا. أين وصلت الاستعدادات لبدء الهجوم البري على تل عفر بعد الضربات الجوية؟ ومن الناحية العسكرية والجغرافية، هل من المتوقع أن المعركة ستكون أسهل من معركة الموصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة بالنسبة لقطاعاتنا تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب، احنا أكملنا كل استحضاراتنا ومستلزماتنا للمعركة القادمة اللي هي معركة تل عفر، وبانتظار ساعة الصفر أو ساعة انطلاق العملية واللي تحدد من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم لغرض تنفيذ الواجب. هذا جوابك على الشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني بالنسبة لصعوبة المعركة، احنا نتوقع انه معركة تل عفر ان شاء الله لن تكون بغراوة او شراسة معركة الموصل، وبالتأكيد المعركة اكيد ستكون بها قتال، وقتال من قبل عدو ايضا محاصر ومستميت، ولكن ليس من مما يعني كما حدث في مدينة الموصل. السبب لأنه مدينة الموصل مدينة كبيرة وهي محافظة، عدد الأحياء مالتها اللي بيها بالساحلين الأيمن والأيسر أعداد كبيرة جدا، عدد السكان اللي بيها عدد كبير، وهو كان التحدي الكبير اللي يواجهنا. هذه المدينة هي قضاء عدد أحيائها يتجاوز 20 حي بقليل. القوات اللي متقدمة عليها هي قوات أمنية مختلفة، تشكيلاتنا تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة الاتحادية وغيرها من القوات الأمنية. فلهذا احنا نتوقع ان شاء الله ستكون المعركة اقل ضراوة واسهل وبتوقيت اقل من التوقيت اللي استغرقت القطاعات في تحرير مدينة الموصل. لواء معن، هل من عدد تقريبي لافراد داعش المتواجدين داخل تل عفر الان؟ والله الأعداد الموجودة عندنا معلومات استخبارية بالأعداد، ولكن الأعداد تقريبية وليست أعداد دقيقة 100%، ولكن هناك أعداد في القرى المحيطة بمدينة تل عفر من الجهة الشرقية وفي داخل قضاء تل عفر، والنتيجة إن شاء الله ستكون حتمية بالنسبة لعناصر داعش مثل ما كانت نتيجتهم حتميا في مدينة الموصل. إما الاستسلام لقطعاتنا أم القتل إن شاء الله على يد قطعاتنا. ماذا عن التواجد السكاني للمدنيين داخل تل عفر؟ ما حجمهم؟ وهل أيضا ستكون هناك خطط أمنية لمحاولة إخراج أكبر قدر ممكن من المدنيين كما حصل أيضا في الموصل؟ موجودين عوائل مدنية في الأحياء داخل قضاء تل عفر وفي أغلب الأحياء اللي موجودة باستثناء خطوط الصد من الجهة الغربية والجهة الجنوبية الغربية اللي العدو بنى بها خط صد حتى يمنع القطاعات من اختراق والتقدم إلى القضاء. هناك أيضا خطط موضوعة لتقدم قطاعاتنا والمحافظة على المدنيين وتأمينهم وتأمين إخلاءهم إلى مناطق أمينة وإخلاءهم بالتالي إلى مناطق التدقيق الأمني، وإجراءات اللي اتخذت في مدينة الموصل ستتخذ في هذه المعركة، بالإضافة إلى تلافي السلبيات التي حدثت أثناء المعركة في الموصل. لواء معن، التخبط الذي يعانيه داعش بين مقاتليه وتوالي خسائر في العراق وأيضا سوريا، إلى أي حد سيضعف ويزعزع أفراد التنظيم خلال معركة تل عفر؟ حقيقة القدرات القتالية لعناصر داعش ضعفت بشكل كبير وما زالت في ضعف مستمر، والعدو في حالة إرباك مستمر، والضربات اللي يتلقاها من قبل القوة الجوية العراقية وقوات التحالف على أهداف محددة ووفق معلومات استخبارية دقيقة، هذه أيضا تساهم في إضعاف قدراته القتالية وتسهيل المعركة القادمة لقطاعاتنا. العدو لن يتمكن ولم يتمكن إن شاء الله من الصمود أمام قطاعاتنا. الضربات المتتالية عليه وبالإضافة الخطط اللي موضوعة الميدانية لاقتحام المدينة ومعالجة العدو
واستخدام التكتيكات الحديثة والأسلحة الحديثة من قبل القطاعات المنفذة ستفاجئ العدو. ولهذا العدو مثل ما قلت أكرر أنه ستكون نتيجة حتمية، إما الاستسلام وإما القتل، وبالتالي سينتهي في تل أحفر وسينتهي في المحافظات الأخرى. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة، اللواء معن السعدي قائد العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا لك.